المشايخ والمدنيين بهالأزمة الكبيرة، أزمة الكورونا ونتيجة طبعا المرض. فكر شيء مثلا ظروف الكورونا وغير ظروف الكورونا ما نعرفني، بس الله يرحم الجميع الذين راحوا عنا. وبنفس الوقت في هالخلوة اللي إلي فيها لقاءات تاريخية أيام استعراض، اليوم يمكن من أصعب الأيام، من أصعب أيام الماضية، لأنه عم واجه قويا المرض. ربما المرض اليوم تراجع شوي، لكن ما ننام على حرير، لأنه العالم عم يتغير، ولأنه هلق في بعض الدول برا عم يفتح ما يسمى المتحور أو الجنس الجديد من المرض بنسموه الهندي، وصل على بريطانيا، ربما يصل لعنا ربما لا يصل. لحد ذلك نحن حملة التطعيم منيحة، بس يعني بالأرقام 10% 11% مش كافي. يمكن في ناس انصابت وما عرفت انصابت وشفت، فأنا بقول صار في شوية مناعة، يسموها مناعة الخطية، مناعة الخطية. بس المهم أن نستمر في التطعيم. بدي أقول أنه وزير الصحة الحالي، لبعض من الناس من هؤلاء اللي بيتسلوا بالتواصل الاجتماعي اللي هو تخريب اجتماعي اللي متحمسين، وزير الصحة الممتاز يمكن الوزير الوحيد اللي عم يشتغل، يمكن الوزير الوحيد اللي عم يشتغل في غير وزراء عم يعملوا شهدون. هلا في وزيرة الدفاع، عفوا وزيرة الخارجية عم تعمل جهدون، بس في حكومة مشلولة لأنه في قرار بشلل، لأنه في قرار بشلل. حتى حكومة تصريف الأعمال عند الضرورات فيها تقوم بأعمال، أولها المواسنة، لكن في مين مانعوا يشتغل لحسن الغياب؟ صار في سجال بينه وبينه بالسياسي، صار في سجال مع مين ما بصير في سجال، بس بالآخر في ضرورات الأمن الوطني، الأمن الاجتماعي، الأمن الغذائي أهم بكثير من السجال. اثنين، هذا فيما يتعلق بالصحة وبغيرها. فيما يتعلق بالأمن الاجتماعي، مثل ما سبق وذكرت، رايحين على أصعب. كيف بدنا نهدي في التضامن بيناتنا كعشيري كمواطنين لبنانيين، لأنه شو مش طالب بس نحن، طالب الكل. بدنا نضامن أكثر، بدنا نعتمد معكم على المغترب الذي ساهم ولازم يساهم أكثر، الذي ساهم عمل جهدي بأمريكا مع شاب ممتاز وسام القاضي. وبدنا نكفي هلا نوزع المهام على باقي المغتربات. ثلاث ساعات يعني عملتوا انجاز اليوم هون بمستشفى الإيمان، بلش منا انجاز بعين وزين، كان بمقدمه مستشفى الجبل، مستشفى سبلين، لانه سبلين منطقتنا مع انه البعض ما بده ايانا فيها، بس احنا منطقتنا. رشيا بس بدأ أكثر. هلا إلى جانب المعدات الطبية وغير المعدات الطبية، في الخطر على الممرضين والممرضات والأطباء اللي عم يفلوا. يعني عندما نرى في عين وزين بأن 30 طبيب غادر، 30 طبيب بالنسبة لعين وزين نسبة كبيرة، عم يعمل كل جهده هذا الفدائي، هذا الجندي الصامت من أجل الطائفة غير العلاج. بالجامعة الأمريكية راح 150، الجامعة الأمريكية في وراء منا أمريكان، والجامعة غيرها في وراء منا غير أمريكان. نحن ما عندنا حدا لحد هلا، عم ندق أبواب السفرات، عم ندق أبواب غير السفرات لحد بعد اللحظة، ما عندنا حدا. فلا نتكل عن نفسنا، ماشي الحال. نحن بعزيمتنا بقدرتنا فينا ندق الحال، إلى حد ما. فهذا فيما يتعلق بموضوع الأطباء. فيما يتعلق بالأمن الاجتماعي، ما في يقول إنه شيء أفق، لأنه يبدو
ماخذين التسويق. شو التسويق؟ يعني ما فهمت شو هو المسؤول اللامسؤول الذي يطلب التسويق. فكنت ملكت لزوم بصر لمن قتلوا كما زوم الله تشمل اطلعت على الشارع. وبعد بين يوم سلمت على حافظ الاسد كرمال مين؟ كرمال عروبة لبنان، كرمال جماعتي، كرمال الحركة الوطنية اللبنانية، كرمال الخطر على لبنان. شو هالقصة؟ نعم سلمت له وكيت 29 سنة حليف مع سوريا. 29 سنة وجيت يا ريت سوريا بعد ما كانت قبل يا ريت راحت. التسوية مش غلط. بعمل تويت على التسوية. من ما يسمى شيء جديد من الثورة من غير الثورة تتكلم مثبت قد ما بدك مش مشكلة. كل كلمتك وامشي قالها في الماضي كامل مروي كامل مروي الصحافي الكبير قبل ما يكتب أو على مشير قبل ما يكتب. بس التسوي فرق سياسي السياسي علم ممكن مش المستحيل مش المستحيل. إنه مطلوب شو؟ مطلوب تشكيل حكومي تتبتر الحكومة توقف الانهيار تتبتر الحكومة تتوجه إلى البنك الدولي والمؤسسات الدولية الصندوق النقد الدولي من أجل أن يعطونا قروض طبعاً قروض مشروطة مش ببلاش مش ببلاش لكن ما في غير حل ما في غير حل يعطوك القروض مشروطة بالإصلاح بالإصلاح. هذا كل الموضوع لخصة صرنا من وقت ما صار في الانفجار بالبور ما اجى الرئيس الفرنسي وبعدنا محل ما بدك تحكي اكثر من هيك. مش جاي هون افتح حسابات مع احد الله يسامحهم ويهديهم مهم الصالح الان بعدنا محل بعدنا محل بيردوا التسوي وكانه اذا عين فلان وزير بالناقص او بالزايد او الاخر وزير كانه هون المشكله. والله شيء مضحك والله شيء مضحك لانه ما في دوله اليوم ما في دوله من الدول عم تشوفوا هالدول احنا فاضيين. اذا تفكرين حالا في بعض فكر انه يعني مش ما عندناش على جدول اعمال الا لبنان. لا اسمحوا لي قلت لكم اسمحوا لي قلت لكم مشاكل العالم اكبر بكثير من لبنان. في رجل اللي اسمه ماكرون عم يعمل جهده بس يعمل جهده شرط نحن نساعد هذا كله هذا كله. فنعود لسه للموضوع الاخر أهم شيء الحفاظ على التضامن الاجتماعي والتضامن الأسري والتضامن الحزبي وبنفس الوقت الهدوء عن بعض العناصر الحزبية. لو شوي لو شوي مش الحال عم بحكي على الحزب الاشتراكي لو شوي لو شوي لسه ولا هالتواصل الزيني واللي بده يحتاج ويعمل مش أهدى وسهلة أهدى وسهلة هي وتمناكم تروحوا بكرة على مجلس النواب. شو بدي اقول لكم تجيبوا نص المجلس ما يسمى المجتمع المدني ما يسمى المجتمع اهلا وسهلا شوفوا جوا حاول بيي حاول كمان جندار من سنة 53 نقول 53 لسنة 75 او 74 قبل ما تجي البوسطه وتفوت بعين الرمان ما تدانيش جابها البوسطه فوتها بعين الرمان حاول يعمل اصلاح من النظام اللبناني بالداخل ما حاول يعمل اصلاح بالقوة ابدا ابدا ما لبوا مع انه كان في نخبة من السياسيين من المحامين من كان في نخبة رجال لكن هذا النظام بتركيبته ان شاء الله هالجيل الجديد ان شاء الله الثورة تنجح. نحن عملنا واجباتنا نحن عملنا واجباتنا رح نزيح وزحمة خلي نشوف اهلا وسهلا بنشوف بس انتوا يا شباب ما تعصوا عليهم ماشي خليهم يدورون خليهم يدورون وخاصة انه عندهم هلا يعني بس تشوف بالاعلام بس تشوف بالام تي في منوع يجيب وزير يا بايك منوع يجيب وزير منوع يجيب وزير لا مش ما يجيب وزير اخيرا بالاعلام ما عندنا اعلام عندنا عم يعمل جهده عمل جهده قبل رامي الرئيس وبعدين اجى صالح الرئيس. عندنا الموقع الصغير الانباء بيبدو بينافس الانباء بيبدو بينافس ال ام تي في او اليو تي في او ال بي سي ما بيبدو بس مستحلي
بسمح لي المنظرين الكبار بالان تي في واليو تي في والان بي سي غير انه بيفتحوا لنا سيرتنا كل جمعتين مره ثلاث مرات يتفضلوا يدلوا على تجار الدواء على تجار البنزين على تجار الطحين على تجار اللحم على غير ما التجار يفضلوا يقولوا نحن ما رفع الدعم لانه هذا الدعم عم يروح للتجار مش عم يروح للمواطن مش عم يروح للمواطن ونحن اول من قال بترشيل الدعم بترشيل الدعم ووقف الدعم الشباب عندي بعض الشباب خافوا من كلمه وقف الدعم قلت له ما تخافوا رح نوصل لك وصلنا هيك بعد شويه الاحتياط شويه الاحتياط اللي هو الزامي اللي هو من مال الشعب من مال المودع الجمعه قال شغله ممتازه رياض سلامي انه عم استوردنا السنتين الاخيرتين 20% اكثر من استيعابنا ومصروفنا بالبنزين هو كذا هو لانه هو عم يدعمهم مجبور يدعمهم مجبور يدعمهم لانه في الفرد براسه والكمال كبار التجار دوله هيدي هذا وضع الدوله اليوم هذا وضع دولتنا اليوم نحن مع اخيرا مع انه يعطي المواطن المحتاج او العائله المحتاجه البطاقه التمويليه مثل ما عم ياخذ السوري، السوري عم ياخذها من الامم المتحده وماشي حاله، ماشي حاله لحد طيب شو المانع نعمل نفس البطاقه التمويليه نحن بالدولار مش باللبنان بالدولار ونمنع وقف الدعم على هذه السلع اللي كلها بتروح تهريب او للتجار او لفتح الحسابات بالخارج لانه في اذا بتفكروا انه في جهه وحده بس عم تاخذ الدولار عم بتكونوا مغطين في مثل شفاطات في مثل ضباط مع كل الدولار منها بعض اصحاب البنوك لبرا او بعض المتاهلين علينا لبرا ومنها بتروح على التجار الكبار على سوريا وغير سوريا سوريا وغير سوريا لانه ورا منها ارض صارت ما عادش معروف شو فيه وين كانت سوريا فوق راحت هذا حبيت اقوله اليوم بهاليوم سامحه منكم شوي طولنا عليكم الله يرحم جميع اللي ماتوا وان شاء الله ان شاء الله نزوركم باذن الله